الدولة من 2 ديسمبر لعام 2018. نبدأ البداية مشاهدين الكرام شوطنا الأول الرئيس في صباح هذا اليوم ذهب مع خداعة بشعار المهندس حمد بن بطيل الغفلي وسجل توقيت زمني مقداره 4:33 تسعة أجزاء من الثانية. سلام وتحية للمهندس حمد بن بطيل الغفلي وأخوانا الكرام على هذا الفوز والانتصار وسلام لأهل فلي المعلى سلام. بينما الشوط الثاني مشاهدين الكرام كان حبوب على موعد بتتويجه بانتصار آخر انطلاقات هذا الصباح مع هذا اللون الفريد والشكل الفريد 4:33 خمسة أجزاء من الثانية والتهنئة لمالك حبوب راشد بن علي مفتاح الشامسي. أما شوطنا الثالث مشاهدين الكرام ذهب إلى مشعلة محمد بن علي بالسعودي الكتبي وسلام الهالي الهيار سلام 4:33 وجزئين من الثانية. أما الشوط الرابع يأتي التبر لحمدان بن ناصر بن علي النعيمي لينتزع المركز الأول باللحظات الأخيرة ويكون على موعد مع انتصار متجدد 4:32 وجزءا وحيدا من الثانية سلام عيناوي وسلام لهالي الظاهر سلام. بينما مشاهدينا الكرام في شوطنا الخامس حضرت لفتة لمالك محمد بالعصري الخيلي ينتزع المركز الأول محقق الفوز والانتصار ب4:32 ثلاثة أجزاء من الثانية وسلام لهالي رماح سلام. بينما شوطنا السادس كان شكران لمالك سعيد بن مطر بن دحروي العامري يسجل انتصارا آخر وانتصار مميز وسلام مرغم سلام 4:33 وثمان أجزاء من الثانية توقيته الزمني. أما الشوط السابع أيها المشاهدين الكرام فيأتي هنا شعار الشامخة ب4:30 وثمان أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لعلي بن صياح المنصوري على هذا الفوز والانتصار وسلام لهالي الظفرة سلام. أما شوطنا الثامن تأتي أسباب لمالك السعيد بن عبيد بن عديل العليلي ينتزع المركز الأول 4:32 وثمانية أجزاء من الثواني. الشوط التاسع نذهب إلى الشايبة حيث حققت الانتصار لسالم بن حمد بن قريع المري 4:35 وجزءا واحدا من ثانية وسلام لأهالي المملكة سلام. بينما شوطنا العاشر حضر أكسجين أو غزلان لأحمد بن علي النعيمي 4:34 وخمسة أجزاء من الثواني يحقق الانتصار أو تحقق الانتصار غزلان في ملتقى هذا الشوط. بينما أكسجين من سجلت التوقيت الأفضل في انطلاقات هذا الصباح لمالك سالم بن هدوب العمري 4:30 وسبعة أجزاء من الثواني لتنتزع المركز الأول وتسجل توقيتا أفضل في انطلاقات الصباح. الشوط الثاني عشر نذهب مشاهدينا الكرام مع الذيب حمد بن ضعيف بن غدير الكتبي ليسجل آخر أشواطنا المفتوحة مع سجل لأهالي مرغم في صباح هذا اليوم ب4:32 وخمسة أجزاء من الثانية والتهنئة الضعيف بن حمد بن غدير على هذا الفوز والانتصار يا أبو حمد. بينما مشاهدينا الكرام نبدأ أشواط الإنتاج حيث كانت حشيمة على موعد بانتزاع المركز الأول لمالكها عمر بن سلطان بن يريوي المنصوري 4:31 وستا من الأجزاء من الثانية. بينما يأتي شوطنا الرابع عشر ويأتي ربدان لمالك سعيد بن حمدان بن بخيت الحميري ب4:31 تسعة أجزاء من الثانية محققا فوزا مستحق وانتصار جميل في انطلاقات هذا اليوم. بينما الشوط الخامس عشر حضرت وجود لمالكها جابر بن فهيد بن مقاش المري وسلام لأهالي الكويت سلام 4:35 وتسعة أجزاء من الثانية. بينما شوطنا السادس عشر يأتي ضرغام لمالكه ضعيف بن حمد بن غذي الكتبي ليسجل انتصارا آخر قادم في انتصارات هذا اليوم ب4:35 وستة أجزاء من الثانية ضمن أشواط الإنتاج. أما مشاهدين الكرام الكاسبية مع نقطة ثانية تضيف لهذا الشعار ويأتي مبارك بن حمدان بن بخيت الحميري مسجلا هذا التوقيت مع الكاسبية ب4:33 وثلاثة أجزاء من الثانية وسلام للمرموم سلام. بينما شوطنا الثامن عشر يأتي عيناوي مع مزعج بخلفان بن ناصر بن طويل بن منصوري وسلام تحية عيناوية ب4:35 وأربعة أجزاء من الثانية. بينما الشوط التاسع عشر تأتي قطنة لمالكها شطيط بن محمد بن شلبود الخيلي وسلام كذلك الهالي رماح متجددا مع نشاطات صباحية عملاقة 4:32 وجزئين من الثانية. بينما يأتي شوطنا العشرين ليسجل العاصوف هنا انطلاقة أخرى مع سلالة الشباب ب4:36 وجزئين من الثانية والتهنية لمالك هذا الشعار ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي تانينا وسلام لمرغم سلام. بينما الشوط الواحد والعشرين تأتي فتنة لمالكها سيف بن مطر بن سيف الهاجري لتنتزع المركز الأول
بأربع دقائق 36 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. تهانينا وسلام لهالي ند الشبة سلام. بينما شوط ثاني والعشرين يأتي عنتر لمالكة ضعيف بن حمد بن غذي الاكتبي محققا نقطة خامسة في انطلاقات هذا الصباح. ونقطة الرابعة أربع دقائق 34 ثانية وتسع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس وسلام مرغم سلام. بينما الشوط الثالث والعشرين تأتي الضبي لمالكها محمد بن سالم بن وحير الدرعي، والتهنئة لأبو داود علي بن سالم أبو داود الدرعي على الفوز والانتصار بأربع دقائق 33 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية، وسلام للقوع سلام. أما الشوط الرابع والعشرين تأتي النصيبة لمالكها مبارك بن يمع بن مغير الخيلي أربع دقائق 35 ثانية وجزيني من الثانية، وتحقيق انتصار متوالي على مدى ثلاثة أسابيع. أما شوطنا الختامي فتأتي فضالي مالك الضعيف بن حمد بن غذي الاكتبي لتسجل خمس نقاط والفايف ستار في هذا اليوم مع شعار بن الضعيف بأربع دقائق 32 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية، وسلام مرغم سلام مثل ما كان في الأسبوع الماضي. صارت نقاط أكثر النقاط لهالي مرغم في هذا اليوم، تتكرر كذلك السلامات لهالي مرغم. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نأتي الختام، ختام انطلاقات سباق هذا الصباح الذي حضر مع الإثارة والتحدي والمنافسة الشيقة مع هجن أصحاب هجن البناء القبائل خاصة في الصغار مع الفترة الصباحية. في المساء بإذن الله تعالى سيكون هناك سباق خاص بالماراثون في ميدان الهباب، انتظرونا في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر هذا اليوم. إلى أن يحين ذلك من الموعد لكم أجمل تحية من أستاذ يسير شنابلة ومن طاقم العمل الفني جميعا، ومني محدثكم من أمام المايك حمد بن طبيب الشمسي. إلى اللقاء.